بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، وذلك في ضحايا غرق العبارة. أعرب سموه فيها عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث الأليم.